سنة 2023 تكون انطلاقة التصدير بالنسبة للصيدلة. وكما تعلمون التصدير تصدير الأدوية عنده قوانين، عملنا سنة 2022 لسنة التسجيل الأدوية في منذ كثير من البلدان الإفريقية والعربية، ولما تسجل السنة الثانية هي تكون سنة الانطلاقة باش يكون التصدير حقيقيا بنسبة كبيرة إن شاء الله. دخلنا في السوق بالأول مرة بالأدوية نتاع السرطان، والآن رايحين في 23 ننتجوهم فول بروسيس من المواد الأولية إلى هذا إلى المنتوج النهائي.